مثل ما قلنا في بداية الحلقة أن اليوم حلقتنا راح تكون نقاشية في قضية مس الشباب والمجتمع بشكل جدا كبير. مقترح نيابي لفحص المخدرات للطلبة والموظفين، راح نتكلم عن هذا الموضوع مع أشخاص المختصين في الاستديو. معانا الدكتور عبد العزيز السويد، دكتور الفلسفة والسياسة التربوية بكلية التربية الأساسية. مساء الخير وحياك الله دكتور. مساء النور، حياكم حياك الله. الله. وأيضا الدكتور عادل أحمد الزايد، استشاري نفسي ومدير مركز علاج الإدمان. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. والأستاذ فهد البدر، محامي. مساء الخير. مساء النور وحياكم الله، منورينا اليوم. حياكم الله ومنورينا في البداية. ونبي نسأل سؤال مشترك راح نسمع إجاباتكم جميعا فيها، ولكن راح نبلش مع دكتور عبد العزيز. هل أنت مع أو ضد المقترح النيابي مع فحص الطلبة والموظفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم تسليطكم الضوء على هذا المقترح، واللي يهم صراحة الشباب والفحص عن المخدرات والكشف عن هذه الآفة المجتمعية. طبعا بالتأكيد أنا مع هذا المقترح، لأن فعلا هذه الآفة المجتمعية المخدرات منتشرة بشكل كبير، فإحنا لازم أن نكتشفها في شبابنا للحد منها وعلاجها. فحسب الإحصائيات في يعني اللي اطلعت عليها في مراكز علاج الإدمان، هناك 70,000 متعاطي و50,000 منهم من فئة الشباب. فيجب أن نركز الأمانة على هذا المقترح وأن يطبق للكشف عن الشباب وتعاطيهم، لأن ظهرت لنا هذه المخدرات بأسماء مختلفة وأسماء مشوقة لبعض الطلبة. صحيح. فحاب أن هذا طالب، إذا لا يوجد هناك توعية في المدارس من خلال الأنشطة المختلفة اللي تقيمها المناطق التعليمية اللي توعي الشباب في مخاطرها، راح يحاب أنه يجرب هذه المخدرات إذا لم يكن هناك توعية وما في رغبة أسرية. أنا بالتأكيد مع هذا المقترح. ممتاز. دكتور عادل، يمكن ذكر الدكتور عبد العزيز أن نسبة 70% و50% منهم الشباب، فهل أنت مع ولا ضد هذا الموضوع؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الدكتور عبد العزيز قال 70,000 في هذه الإحصائية، اللي مو 70% من المجتمع، لو 70% نروح ننتحر أحسن لنا كلنا. لا، هي 70,000 من بعض التقديرات اللي نشرت في الإعلام أنها 70% و 70,000، وذكرت من خلال حملة وعي اللي قدموها جمعية الصيدلة، مشكورين في التوعية بآثار المخدرات. لكن هو حقيقة يعني قبل لا أقول أنا مع أو ضد، يعني خلني أكون هل أنا مع هالرقم هذا 70,000 في المجتمع أو لا. ترى يعني حقيقة الرقم يعني حتى الآن إحنا ما نقدر نتفق عليه. صحيح. حتى المهتمين في مجال عالم يعني مكافحة والعلاج والتوعية في قضايا المخدرات، النسبة في الكويت أو المعدل في الكويت يعني الأرقام تختلف من 30,000 إلى 70,000، وكلها أرقام تقديرية. يعني ما في عندنا شيء، يعني مستحيل تصل في أي مجتمع إلى بحث علمي يقول لك هذا الرقم الناس المتعاطين المخدرات في المجتمع أو المدمنين عليه، لأن احنا نفرق ما بين التعاطي والإدمان. نرجع إلى نقطة مع أو ضد. لا طبعا ضد بكل ما أملك من قوة. ولست يعني ضد بدون يعني إبداء الأسباب. قد يكون السؤال الآن سريع، يمكن مع بقية أسئلتكم يعني وين نبين النقطة. صحيح. لكن أنا مع تخصيص فئات معينة لفحصها، ولا يشمل هذه الفئات طلبة المدارس، ولكن أتكلم هناك بعض الوظائف إحنا نحتاج أن يكون لها فحص، مثلا طيارين نحتاج أن إحنا نفحص عليهم في المخدرات، وهذا جزء من وظيفته وهو يتم هذا الفحص. رجال الشرطة، رجال الجيش، يعني السلك العسكري بشكل عام، يعني على فئة معينة من المجتمع. نعم، فئات معينة. لكن أني أنا أقول كل واحد أني أفحصه، لا ضد هذا، وفي أسباب كثيرة ممكن نذكرها في هذا. ممتاز. يمكن سعد فهد احنا سمعنا من ناحية سياسية وقال مع القانون، وسمعنا من ناحية نفسية قال ضد القانون. هل أنت من ناحية خلينا نقول القانون بشكل عام قانونية، هل أنت مع ولا ضد الموضوع؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية واشكركم على طرح هذا الموضوع اللي بالنسبة لي يعني كمحامي امتهن هالمهنة هذه وشاف أمور صحيح فعلية قاعد تنهي حياة الشخص نهاية. نروح على نقطة مع أو ضد. أنا مع وبكل قوة أقولها مع أن الدكتور
وجهة نظر طبعا. وجهة نظرة تحترم وعلى عيني وعلى راسي، بس احنا الحين قاعد نواجه آفة في المجتمع، لازم نحط لها تشريع ونعالجها. الحين انت عندك قانون تنظيم المخدرات صدر ب 1983. نعم. ما آن الأوان بعد الأرقام اللي قاعد نشوفها انه يصير تشريع جديد ونحاول نعالج الموضوع هذا؟ انا اتوقع نعم، يعني هذا وقتها. اذا الحين النيابة العامة تقول لك احصائيتها بالشهر 100 قضية، انا قاعد اتكلم على 2017، 100 قضية مخدرات من 83. لا لا مو من 83، عبالي بس 2017. 2017 شهريا بمعدل 100 قضية مخدرات و50 شكوى ادمان. صحيح. اهله تعبوا منه راحوا اشتكوا في النيابة، النيابة بدورها تودع في الطب النفسي. والمسألة طويلة نشرحها بعدين. احنا راح ناخذ في محاور كثيرة حول هذا المقترح. ليش ممكن هو يكون مع او ضد؟ شنو ممكن تكون عواقب هذا النوع من المقترحات؟ اذا بنتكلم يعني دكتور عبد العزيز من جانب ثاني، جانب في حال ان الاهل دروا ان ولدهم مثلا متعاطي او مدمن للمخدرات، هل هذا الشيء ممكن هو يشكل عندهم اكيد صدمة جدا كبيرة؟ ممكن هذا الموضوع يفتح معاهم مشاكل اجتماعية، وان كان مثلا متزوج ممكن تتأثر اسرتها بشكل جدا كبير، مرته ما ترضى ان هي تكون عايشة مع شخص مدمن او متعاطي للمخدرات. امور نفس هذه ممكن يعني في حال تم فعلا فحص الشخص واثبت فعليا انه مدمن او متعاطي للمخدرات. اكيد لا شك بان راح تكون صدمة اجتماعية، وأيضا لها أبعاد اجتماعية أخرى ممكن توصل إذا كان متزوج هذا الشخص، توصل إلى الطلاق وتفكيك أسرة. ولكن إحنا نقدر نتفادي هذه الصدمات من خلال أشراك المؤسسات المختلفة، مثل وزارة الإعلام لها الدور أيضا في عملية التوعية بأن هناك نسب كبيرة من المتعاطين، ممكن ابنك أخي يكون من ضمنهم، وهناك أيضا علامات لتكتشف هذا الابن إذا كان متعاطي ولا لا. فبالتالي إشراك الوزارات المختلفة، وزارة الإعلام أيضا بدورها التوعوي، وأيضا وزارة الشؤون هناك مراكز لتنمية المجتمع في جميع مناطق الكويت، فهذه أيضا هذه المراكز أيضا يعني تعمل اللي هو حلقات نقاشية. بس حلقات نقاشية دكتور هذه معناتها إحنا قاعد نتكلم على توعية. صحيح. ما توعية. يعني في حال تم إقرار هذا الشيء فمعناته شيء إلزامي لأي موظف لأي طالب إنه يتم فحصه، فبالتالي ما راح تنفع معاهم التوعيه. مساله التطبيق لو يكون الزامي، الناس تتخوف من عمليه الفحص، يخاف من ابعاد اخرى اجتماعيه اذا حال ثبت على ابنه بانه متعاطي، فبالتالي انت لازم ان احنا نعمل توعيه قبل تطبيق هذا المقترح وقبل اغراره من قبل مجلس الامه. فبالتالي لازم احنا يكون هناك توعيه من ناحيه الوزارات المختلفه، وزاره الاعلام، وزاره التربيه، وزاره الشؤون، وادخال ايضا مواد في المناهج الدراسية جزء من بعض المقررات الدراسية، بحيث احنا ما نحط مادة متخصصة في التوعية، لا تكون جزء من احدى المقررات الدراسية الموجودة، يعني مثل مادة الاحياء نضيف لها مثلا عن اثار تعاطي المخدرات في فسيولوجية الانسان، مقررات الاجتماعيات، المقررات الاخرى، المدارس. وهذا الشيء يعني انا تحدثت فيه لأمانة مع وكيل التعليم العام الأستاذة فاطمة الكندري، وأيضا وكيل التنمية التربوية والأنشطة الأستاذ فيصل مقصيد، وطبقوها. نعم. وفعلا يعني احنا نشيد فيهم ونشكرهم على تفاعلهم الأمانة مع المقترحات، ومع يعني مع هذا المقترح اللي أعطيتهم، اللي هو يعني يكون هناك في المدارس حلقات نقاشية أو محاضرات. نعم. توعي الشباب وتوعي الأسرة بأن هناك مشكلة اجتماعية موجودة وهي المخدرات، وممكن أن يكون هناك لها أبعاد اجتماعية أخرى، فبالتالي يجب على الأهالي أن يتقبلون هذا الأمر بحيث أن لا يفقد ابنه بالنهاية. لأن بالنهاية راح تكون لمصلحة ولده. أكيد لمصلحتهم، بحيث أنه ما يفقده بعدين. صحيح. عساس أنه ما حد يقعد يفهمنا غلط من الأشخاص اللي قاعد يشتغلون على التوعية والحملات التطوعية لنشر هذا الموضوع، يحاولون يقضون عليه، إحنا معاهم قاعد يساعدون عليه، ولكن مو قاعد نوصل للنتيجة اللي إحنا ممكن كمجتمع نبيها. أستاذ فهد، يمكن هذا القانون تطبق في بعض الدول وعلى سائقين نقل يعني بشكل عام، وسبوا منهم رخص القيادة. هل تشوف أن عندنا بالكويت تطبق بشكل عام هذا القانون، ركز على سائقين نقل أكثر من الموظفين والطلبة؟ شوف هذه أولوية، هذا شيء لسلامة الناس،
هذا اولويه شيء يعني. حتى من شوي الدكتور ذكر على الطيار ممكن حتى نسويه عليه هذا. ممتاز. انا اتوقع يعني هي بالشركات الطيران هي دارجه يعني اتوقع. نعم. وعلى سائقين النقل واللي يسوقون معدات ثقيله وهالكلام هذا، هذا شيء طبيعي يعني عشان انا احفظ سلامه الناس. صحيح. اقل شيء احنا عندنا طلبه يروحون الجامعه، عندنا موظفين يروحون دواماتهم، عندنا ابوي يودي عياله المدارس. ف مستحيل ان انا امشي بالشارع وفيها الشخص هذا قاعد يتعاطى الماده هذه وسايق سياره نقل، فممكن تاثر علينا هذه. يعني شلون بنطبق عليه قانون؟ يمكن هو اخذ الليسن في البدايه ولكن صار متعاطي بعد فتره طويله. مو مشكله، هي الليسن في ليسن خاص وليسن مركبات ثقيله واو، انا اجمعهم بعد انتهاء مده الليسن ماله. حلو. لما يبي يجدد مره ثانيه يكون عنده خبر انه راح يخضع لفحص المخدرات. وانا اشوف ان هذه ما فيها مشكله بالعكس. طبعا. طيب دكتور عادل، نتكلم من جانب اخر بما ان حضرتك يعني مدير مركز علاج للادمان، يمكن الفحص المبكر او معرفه ان الشخص متعاطي وان كان مو في ذهنه انه هو يتعالج، هذا الشيء ممكن يسرع في موضوع علاجه، يسرع في انه هو تكون عنده حياه صحيه وسليمه افضل من اللي كان هو عايشها ويتوقع انها هي كانت مريحة بالنسبة لأم أن ممكن الحرج الاجتماعي هو اللي قاعد يجبر الناس أنه ما نبي هذا القرار ولا هذا المقترح. نعم. لا حقيقة يعني الدافع مالي يوم أنا أقول أنا ضد الموضوع هذا هو ليس قضية الحرج إطلاقا، يعني مو هذا الشيء اللي أنا أفكر فيه، ولا أعتقد أنه من يعني الصحيح. ما أختلف من واقع اجتماعي وأسري أن يوم أنا أحد يقول له أن ولدك عنده مشكلة مخدرات يعني المفروض أنه يأخذها بشكل سهل، ولكن احنا اذا عرفنا ان الادمان هو مرض وليس يعني جريمه في حد ذاتها، وليس يعني إيه هناك جرائم مرتبطه بتعاطي المخدرات هذا امر اخر، ولكن انا اقول الادمان في حد ذاته هو مرض يصيب الناس. وانا دائما القصه اللي اقولها وراح اقولها بشكل سريع يعني عشان لا اخذ وقت البرنامج، يعني اللي دائما اقولها حتى حق طلبه الطب، أقول أن أربعة سافروا مع بعض شباب طلبة جامعة في مستوى اجتماعي واحد وتربية وأخلاق وما عليهم أي مشاكل وماشيين في دراستهم، سافروا في أجازة من الأجازات لأحد الدول أسبوع، اليوم الأول مر عادي، ثاني يوم عادي، ثالث يوم واحد منهم حطوا له اسم سين، قال يا شباب ايش رأيكم نروح الليلة نايت كلاب ولا ديسكو ولا أي شيء. نعم. وترددوا في البداية الأربعة، الثلاثة الثانيين قال لا وكذا مو أخلاقنا مو شكل، المهم نعم. راحوا زين نعم. وهم هناك يربوا أي شيء، شربوا لهم غلاس بيرة، خذوا لهم حبة، دخنوا لهم سيجارة، حطوا أي مادة خذوها، رجعوا الحين سين وصاد وعين وغين مع بعض، ثاني يوم الصبح قعدوا تحت تأثير المادة اللي خذوها لا يعجبهم، سين اللي قال لهم تعالوا نروحوا حاس بالندم لا يعجبه، وهو اللي قال لهم تعالوا نروح هناك. على الليل يا صاد قال لهم ايش رايكم نروح، امس ترى اول مره وكنا خايفين نروح مره ثانيه، قالوا له يا معود خلاص ها سين نروح، قال سين ابد ولا احد يبلي الطاري، انا قلتها امس وخلصنا واحنا اتفقنا على مره واحده وصارت ولا احد يذكر فين يذكرها مره ثانيه. نعم. سين وصاد عفوا سين وعين وغين قالوا خلنا نروح بعد مره، راحوا السين اللي قال لهم تعالوا نروح قعد ما رضت. نعم. صادوا عين وغينهم اللي راحوا خذوا شيء رجعوا، ثالث يوم يا مرة ثانية صاد قال لهم خلنا نروح زين، عين قال لا بس خلاص انتهينا مو حلاوة، غين قال حق غين ها قال لا والله إذا بتروح أروح زين، راحوا الحين يرجعوا الكويت، صاد عمره ما كان فكر في التعاطي. نعم. من قبل روحته لأول مرة والتجربة كانت من خلال سين اللي مستحيل يفكر في الموضوع مرة. نعم. ثانية الحين رجع صاد في الكويت قام يدور على. نعم. الشغلة لأنه هو عنده الاستعداد المرضي. صحيح. يدخل في العالم هذا. صحيح. فالتجربة الوحيدة هذه دخلته في عالم المخدرات. زين هذه شغلة بس عشان أشرح شنو معنى مرض يوم أنا أتكلم عن المخدرات. يوم أنا أتكلم عن التعافي، تعريف الإدمان من الناحية الطبية. نعم. نقول هو مرض مزمن تتخلله مجموعة من الانتكاسات حتى نصل إلى التعافي المستمر. نعم. إذن وهو راح تحدث في مجموعة من الانتكاسات حتى نصل إلى التعافي المستمر. الخطوة الأولى في العملية العلاجية
شنو يعني احنا عندنا 12 خطوه في العمليه العلاجيه. الخطوه الاولى هي اعتراف المريض ان انا عندي مشكله. نعم. طول المده اللي طافت هذه كلها هو مو راضي يعترف انه عنده مشكله. تحليلك موجب، طلع تحليلك موجب، متعاطي 3 مواد 4 مواد. نعم. كذا يقول لا ابد، كان تجربه، لا انا لو ابي ابطل ابطل بس. نعم. انا ما ابي ابطل. صحيح. فاذا النقطه الاولى هي الاعتراف. إذا ما وصلنا أنه هو يكون عند القناعة أن أنا أبي أبطل، سوي صحيح. مليون تحليل ما يهمني. صحيح. صحيح. القناعة شيء جدا مهم علشان الشخص يبدأ يتعالج ويأخذ هذا العلاج. نعم. راح نكمل في خطوات علاج الشخص المدمن دكتور، لكن بعد هذا البريك. رجعنا معاكم، معنا مداخلة هاتفية مع أستاذة منى الوهيب، أمين سر جمعية مقاومات حقوق الإنسان. حياك الله دكتورة. الله يحييك. يمكن أستاذة من شوي تكلمنا أنا وزميلتي أسار ومع ضيوفنا في هذا الموضوع المقترح النيابي أنه مع أو ضد فحص الطلبة والموظفين بشكل عام، فنبي نعرف رأيك في هذا الموضوع، رأي الحقوقي طبعا. نعم نعم، هو راح نتكلم بإذن الله تعالى من جانبين، الرأي الحقوقي. صحيح. المقترح هذا هو حدد فئة أو شريحة من المجتمع اللي هم الطلبة والموظفين. فإذا بنتكلم عن الرأي الحقوقي هني في تمييز ميزنا. أوكي. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني إنه هو في تعدي على الحرية الشخصية. التمييز طبعا كلنا احنا ندري في مادة في الدستور اللي هي المادة 29 إنه مكفول هذه الشيء لنا، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوين في القانون وفي الحقوق والواجبات. كذلك في الدستور نفسه في مادة 30 من الدستور الكويتي اللي هي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة. فأنا لما أشرع مثل هذا القانون أو مقترح فهني تدخلت في الحريات الشخصية وكذلك في ميزت فئة معينة. فمن الجانب الحقوقي طبعا هو هذا الشيء لا يجوز ومتفق عليه في المواثيق وفي الاتفاقات الدولية، كذلك في الدستور الكويتي. أما إذا نبي نتكلم من الجانب المجتمعي، أنا كنت في الجامعة قبل شوي في محاضرة وكان في 71 طالب وطالبة، فاستفتيتهم في هذا السؤال، هل أنتم مع أو ضد المقترح المقدم في الفحص الطبي للمخدرات للطالب وللموظفين؟ من 71 طالب وطالبة 37 أيدوا. نعم. أيدوا أن يكون في فحص طبي للطلبة وللموظفين. هذه ثقافة مجتمعية، وبالعكس إحنا ما نعيب عليهم، وإحنا مع تجريم المتعاطي وتجريم اللي يتاجر في المخدرات، ولكن ضد التمييز وضد كذلك أن التعدي على الحريات الشخصية. حلو، كلام جميل أستاذة، ولكن تقلتي من شوي يمكن 37 طالب أيد هذا الاقتراح ومع القانون اللي تقترحوه القانون النيابي بشكل عام، ولكن نعم. البعض أيضا كثير من المجتمع يرى أن هذا القانون فعلا يحمي المستقبل الأجيال بشكل عام، فوجهة نظرك من هذا الموضوع؟ نعم أتفق معكم بالعكس، و 37 طالب هذا طبعا كله بهم استندوا على الثقافة المجتمعية وأن هذا يحمي المجتمع، بس إحنا نحمي المجتمع في تغليل العقوبة على المتعاطي واللي تاجر بالمخدرات قبل المتعاطي، ان احنا نغلظ عليهم العقوبة، ان احنا نجرمهم في قانون. هذا هو الحل. لكن من الجانب الحقوقي انا اتكلم كحقوقية، من الجانب الحقوقي ما يجوز لنا ان احنا نميز شريحة عن اخرى في المجتمع فيها تمييز، وكذلك ما يجوز لنا ان احنا نتعدى على حريات الشخصية. ممتاز، كل الشكر لك على هذه المداخلة أستاذة منى الوهيب، أمين سر جمعية مقاومة حقوق الإنسان، على هذه المداخلة الجميلة واللي فعلا استفدنا من الكلام اللي قلتيه من وجهة نظر القانون بشكل عام. يعطيك العافية. أكيد. خلينا نرجع على موضوع نقاشنا. دكتورة أنا راح أرجع معك على موضوع العلاج والمراحل، لكن شايك نخلي مراحل العلاج في نهاية نقاشنا. خلينا نتكلم الحين، نأخذ محاور نقاشية على الموضوع نفسه. في حال تم إقرار هذا المقترح كقانون ولكن الفحص يكون سري، مع ولا ضد أنه هو يكون سري في حيث أن حتى أسرته ما يدرون في هذا الموضوع؟ طبعا في حال إغرار هذا القانون بالعكس، يعني أنا أتوقع سريته مطلوبة، سريته
مطلوبه، ولكن مو فقط انه بس علم الشخص، لا ايضا علم اسرته، بحيث انه يكون العلاج او حث هذا الابن في حال اكتشاف ان هذا الابن فعلا متعاطي، لازم انه تكون سريته في نطاق الاسره، ما يكون سريته في نطاق الشخصي فقط. نعم طبعا. دكتور عادل. هو حقيقة السؤال قبل أن أتكلم عن سرية الفحص، لأن هذا شيء إحنا يعني مفروض أنه مفروغ منه، هو السؤال مدى يعني جدية هذه التحاليل في إثبات تعاطي الشخص. أي متعاطي مخدرات تو بادي في الألف باء من الحروف الهجائية مات التعاطي يعرف يضرب عينة التحليل، وما أقول هالشيء هذا عشان أشجع أحد ولا أخوف أحد، لكن معروف أنهم يعرفون يغشون العينة ويعرفون يأثرون على العينة وتطلع سالبة. صحيح. وبالتالي هل يقدم لي هذا الأمر من جدوى ولا لا؟ نعم. النقطة الثانية المهمة، الآن أنا هذا طالب في المدرسة، ما راح أتكلم عن وظيفة، أنا طالب في المدرسة واكتشفته أن أنا أتعاطى مخدرات، شنو راح تسوون فيني؟ لان انا ضد يعني عفوا الاستاذه منى قالت تجريم المتعاطي، انا ضد تجريم المتعاطي. صحيح. انا ضد مع تجريم المشكله. اي نعم، انا مع تجريم المتاجر المخدرات. صحيح. ومروج المخدرات، لكن ضد تجريم المتعاطي. انا لقيتني متعاطي في المدرسه، ايش راح تسوي فيني؟ هذا سؤالي. صحيح. اعطوني اجابه واضحه، شنو راح تسوي فيني اذا عرفت. صحيح. ان انا متعاطي مخدرات، لان بتقول لي بابا روح تعالج، ما ابي اتعالج، ما في قانون يجبرني على العلاج، ولا نستطيع أن نصيغ قانون يجبر أحد على العلاج من المخدرات. طيب ما تعالجت، رفضت العلاج، طالب في المدرسة، بتفصلوني ولا بستمر؟ هل ممكن يأثر على مستوى التعليم أو لا؟ هو راح يأثر على مستوى التعليم مع الوقت أكيد طبعا. طبعا. زين، السؤال راح تفصلني ولا إيش راح تسوي فيني؟ رفضت، أنا قلت لك ماني راح أتعالج، أبوي قال الأبو قال ماني مودي ولدي العلاج، ايش بتسوون فيني؟ صحيح. هذه القضايا حقيقة قبل لا أنا أقول أنا مع أو ضد، إحنا نحتاج نرى هذه تفصيل القضايا أكثر في هذا المقترح. لا تقول لي خلنا نقر القانون وبعدين نضع تفاصيله. صحيح. لأنك راح تدخل في مشاكل أكثر. صحيح. هل عندك رؤية واضحة بعدين؟ طبعا. قدم مشروع بقانون مثل. صحيح. هذا. أستاذ فهد، على نفس الموضوع، في حال تم إقرار هذا المقترح بشكل سري، ويعني نقطة جدا مهمة، هل القانون ممكن أنه يجبر الشخص أنه يتعالج؟ لا، هو القانون نبدي من حيث ما انتهيتي. القانون ما يجبر الشخص على العلاج إلا إذا ضبط وفق أحكام القانون وراح حق المحكمة وخذ حكم، فهني راح يكون مجبر أنه يا يدعونه بالطب النفسي لاستكمال العلاج أو بالمؤسسات الإصلاحية. نعم. وأنا أشوف من وجهة نظري يعني بالحالتين المسألة غلط، المسألة فيها فراغ تشريعي، نحتاج إلى تشريع جديد، لأن المسألة الحين مثل ما تفضل الدكتور، ما يبي كاهو دكتور نفسي ومتخصص بالحالة، ما يبي عاقب منه، ما يبي عاقب المتعاطي. ليش؟ لأنه شاف أن المتعاطي هذا ضحية مجتمع، ضحية أصدقاء سوء، ضحية نقص في الوازع. إحنا لما نقول إن هذا مدمن ضحية، معناته إحنا قاعد نشجع هذا الموضوع إنه يحس إنه هو عادي في المجتمع. كأننا قاعد نتعاطف معه. إحنا بالعكس، إحنا ما نتعاطف معه، واللي قاعد يسويه غلط. وراح أذكر بعض القوانين اللي توصل مدة المتعاطي إلى 10 سنوات. نعم. متعاطي توصل أقصى عقوبة يأخذها 10 سنوات، هو المتعارف عليه بين الناس يقول لك 5 سنوات، سنتين، حددها القانون هذا رأفة بقضائنا العادل، إنه قاعد يشوف إن الموضوع هذا ما قاعد يعني ما في ردع، فقاعد يردعون الناس بهالطريقة، ما عندهم أي وسيلة غير إنه يدخلون المؤسسات الإصلاحية عشان أعالجهم من هالموضوع. وهذا قاعد يكلف الشخص نفسه ويكلف الدولة، والشخص نفسه بعدين شو اللي قاعد يصير معه؟ قاعد يطلع يلاقي بسيستم الداخلية عليه قضية مخدرات، سيستم وزارة العدل عليه قضية مخدرات، شنو أسوي؟ زين، أنا ممكن أكون أنا من أحد الضحايا صج، إن أنا قعدت مع شخص والشخص هذا كان معاه المادة المخدرة وتم ضبطنا. حتى أحكام البراءة، أنا عندي موكلين أطلعوا براءة، سيستم الداخلية للحين محطوط عليهم إنه تعاطي مخدرات، وين البراءة؟ ما هي موجودة. نعم.
فهذا قاعد يأثر عليهم اجتماعيا، لا هو قادر يتزوج ولا قادر يحصل وظيفة. صحيح. فليش أنا من البداية أعاقب المتعاطي؟ لا ما أعاقبه، أنا دخله مستشفى أعالجه ونعاد الموضوع هذا في حالة العود، وإذا لا أرد أنا أعاقبه هني في أرد أعاقبه وفق عهد. ممتاز. سعاد برجع على موضوع يمكن الطلبة نفسهم، يمكن قاعد نشوف بالفترة الأخيرة انتشر موضوع الشبو في بعض المنشطات وغيرها، خصوصا في يمكن وقت الاختبارات، هل ممكن هذا القانون إذا حطيناه يحد من الدوافع النفسية، أو ممكن نقدر نقول أن ما نحط هذا القانون ممكن خلينا نقول وسائل التوعية والمحاضرات هالأمور هذه الموجودة في المدرسة ممكن تساعد على حل هذه القضية؟ يعني خلنا نقول يعني الأشياء أحيانا بالمقارنات تكون أوضح. في المدارس شنو من تقييد على قضية تدخين الطلبة داخل المدارس؟ إيش كثر كان عندنا برامج توعية في قضايا تدخين؟ يعني أنا من الجيل اللي يعني تربى إعلاميا على صوت الله يرحمه أحمد سالم، ما أدري إذا حي ولا ميت، والأستاذ أحمد عبد العال كذلك، وكان يطلعون في يعني إعلان توعوي في التلفزيون يطلع صوت القلب أو شيء دف 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 دف، بعدين يقول قلبك شرايينك أوعياتك الدموية كلها تعاني أعراض التدخين من التدخين، أي غض النظر شنو كان الجملة، والناس كانت تدخن، يمكن يسمع الإعلان ويدخن. فإذا إحنا اليوم نحتاج أن نتطور في برامج التوعية وكيف نصل إلى الناس، ما أقول وقفوها ولا ولكن أقول لابد أن احنا نعرف كيف نقدم برنامجنا التوعي الوسائلنا التوعوية اللي نمنع فيها الناس من السقوط في هذه الآفة. النقطة الحين بالنسبة للمدارس ودخول بعض المواد يعني اللي ممكن تعتبر منشطة، وهم ما يروحون للشبو بداية، راح يروح لحبوب الكافيين اللي تنباع في الصيدلية موجودة. فإحنا حقيقة نحتاج إن إحنا نراجع شنو هي المواد اللي ممكن نسمح فيها تدخل وتنباع في القطاع الخاص وبسهولة. صحيح. يعني مثلا وحتى الإعلان التجاري يوم من يكون في إعلان يتكلم عن مثلا مشروب أو يتكلم عن شيء معين يقول إنه يعطيك طاقة فوق اللي أنت تتوقعها يوم من تأخذها وينحط في الإعلان، بعدين يقول والله إحنا نحتاج نوعي الناس. طيب أنت امنع التوعية المضادة الأخرى اللي أسهل تصل إلى الناس وتقنعهم. فحقيقة إحنا القضية ليست بهذه السهولة. أبي أنهي بجملة، أنا أدري إن كطبيب نفسي يعني إذا عطتني فرصة أتكلم ما أوقف، لكن أنا أتكلم في نقطة مهمة جدا. لابد إن إحنا نعرف شغلة، انتشار المخدرات في الكويت ليس قصورا من رجال الجمارك، وليس قصورا من رجال الداخلية، وليس قصورا في برامج التوعية، بالعكس قاعدين يقدمون أدوار كبيرة جدا وممتازة. الدكتور الشيباني من غراس وقاعدين يقومون بدور رائع حقيقة في مجال التوعية. الآن لازم نعرف شغلة، أن أربح تجارة على مستوى العالم هي تجارة المخدرات بالمليارات الدولارات. صحيح. فكل ما صارت وسائل المكافحة أعلى التاجر راح يبحث عن وسائل يكسر فيها. صحيح. وسائلك هذه. فإحنا حقيقة نحتاج أن نتطور في الفكر في كيف نوعي أبنائنا، كما قاعد التاجر يتطور في كيف يروج لمادة المخدرة. هذا اللي إحنا نحتاجه اليوم، وشريط التحليل مو هو الحل، مو هو التطور اللي إحنا نبحث عنه. صحيح. في جوانب كثيرة للحد من هذه المشكلة، وإن كان البعض ممكن هو يشوف أن التوعية ليست كافية للحد من هذه المشكلة. يمكن دكتور عبد العزيز مساء كنت قاعد تنادي في موضوع التوعية وأن نشد عليها، وخصوصا في وزارة التربية بين الطلبة تكون موضوع عالية. أعتقد إحنا في جيل حاليا كثر ما قلت له وحطيت له حلقة نقاشية وريته بروشور وريته فيلم مثلا عن هذه المشكلة ما راح تكون عنده شيء يردعه. أعتقد هل تشوف أنه فعلا إحنا وصلنا لجيل اللي يبي ممكن أنه هو يسوي بغض النظر على اللي قاعد يشوفه؟ طبعا يعني الوفرة المالية ممكن تتوفر، ممكن عند أبنائنا أو الدلع الزايد ممكن يعني يوصلنا إلى هذا الشيء إذا لم يكن هناك رغبة أسرية على الأبناء. أنا ممكن أعطي ولدي فلوس ولكن أتابع وين راح يصرف هذه الفلوس على شنو، ويطلع مع منو، منو أصحابه، منو الربع اللي يعني يكون وياهم. وهذا الدور ما نقدر
انه يعني يكون فقط على الاسره، لان الابن راح يتواجد في المدرسه تقريبا 7 ساعات. صحيح. ايضا دور المعلم في المتابعه، ودور الادارات المدرسيه، ودور دور المدرسه ايضا كبير في هذه العمليه. ففعلا يعني انا يعني اشيد، او يعني مثل ما يعني انا احرص انه يكون هناك امور توعويه، لان التوعيه هي دائما تحد من الظاهرة وتحد من الانتشار. ممتاز. هو بالأمانة يعني كلامكم جدا جميل في كذا جهة قانونية ونفسية وسياسية. بالنهاية احنا بنوصل من القانون النيابي سواء كان مع او ضد، تطبق او ما تطبق، بالنهاية احنا بنفيد مجتمعنا وشبابنا بشكل عام. كاملين طبعا حوارنا معاكم عن هذا الموضوع، ولكن فاصل صغير وردين. رجعنا معكم بعد هذا الفاصل ومكملين في حوارنا عن موضوع مقترح النيابي لفحص المخدرات للطلبة و الموظفين. خلينا نبتدي معك دكتور عبد العزيز على موضوع الفحص. هل تشوف من باب اولى ان يتم فحص المخدرات مع فحص الزواج او قبل الزواج؟ نعم اكيد ان يكون هناك طبعا مراكز متخصصه للفحص عن الزوج او الزوجه لاكتشاف اذا هل هو يتعاطي المخدرات ولا لا. ولكن هذا الامر يقعنا في اشكال قانوني ومشكلة قانونية. الحين في حال اكتشاف أن الزوج أو الزوجة نعم متعاطي للمخدرات، هل يتم محالته للجهات القانونية أو التستر عليه؟ نعم. حلو. في حال التستر عليه يعتبر أن تسترنا على مجرم. نعم. صحيح. متعاط. وفي حال نقدر نسمي المتعاطي مجرم هني مع أستاذ فهد؟ طبعا من شوي مع المداخلة. هل المتعاطي مجرم؟ هو اجرم بحق نفسه واجرم بحق اسرته قانونيا. قانونيا مجرم طبيعي. احنا ليش قبل شوي كنا نقول ما نجرمه ما نعاقبه اذا هو مجرم؟ هذا رغبه عندي. رغبه عندي. حتى فهد قال انا مو معاه. انا 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 قال مو معاه. ايش اقول لك انا من اللي انا شوف احنا لما نتكلم عن واقع عمل وشيء تعيشه واسر تتفكك من موضوع، انا اشوف انه يعني مو بيج ديل ان انا مثلا شخص يكون متعاطي ونصاد بحزتها، ما هو يعني متعود على الادمان. ما ادري شنو اسمها عندكم دكتور، يعني انه يكون يعني جرب الشيء فقط، يعني ما هو التاجر، ما هو الشخص. فبالتالي هو مو مجرم. هو مجرم، هو بنظر القانون مجرم يعني. نظر الطب متعاطي ففي حال التستر عليه يعتبر يعني انت متستر على مجرم. صحيح. فالمقترح هذا يجب ان يتماشى مع الدستور والقانون، لان ماده 81 من قانون الاجراءات، الاستاذ فهد ممكن اخبر مني فيها، انه يعني هذه الماده تتكلم انه لا يجوز انتهاك حرمه الاشخاص الا بقرار او اذن من النيابه العامه. فعلى اي اساس تقوم بفحصه للكشف عن مواد مخدره في جسم هذا الانسان؟ فيجب ان يكون هناك اذن من النيابه العامه. فهذا المقترح يجب ان يتماشى مع الدستور والقانون. الماده 31 من الدستور يعني تقول لا يجوز ضبط الشخص او تفتيشه او حبسه الا وفق احكام القانون. وفق احكام القانون طبعا اللي هو قانون الاجراءات، ماده 81 هي اللي تنظم هذه الاليه. فهذا المقترح يعني يحتاج ان يكون متماشي مع الدستور والقانون، وايضا هذه المراكز المتخصصه يجب ان يكون لديها الضبطيه القانونيه. الضبطيه القانونيه بحيث انا لما اضبط او افحص هذا الزوج او الزوجه، احنا ما نبي نركز على الزوج ونخلي الزوجه، لا اثنينهم، لما اقوم في عمليه الفحص واكتشف ان هذا الشخص متعاطي ام لا، وفي حال ضبطه متعاطي لا يتم التستر عليه، يتم محالته الى الجهات القانونيه لمعاقبته طبعا على تعاطي سواء كان للزوج او الزوجة. وهذا ارى ان هناك في نقص في يعني او فراغ تشريعي في هذا الاقتراح. سؤالي المهم ما راح ادخل في نقاش الدكتور عبد العزيز في موضوع تجريم المتعاطي، لكن انا حقيقه راح اسال سؤال مهم. احنا الحين قبل الزواج سويتوا لي تحليل بروح اتزوج، سويتوا لي رحت كشف قبل الزواج وموجوده عيادات الكشف قبل الزواج، اكتشفتوا ان انا متعاطي مخدرات، بتقولون حق المرأة اللي أنا راح أتزوجها إن أنا متعاطي مخدرات طلعت تحليلي موجب؟ إذا سويتوا هالشيء هذا أنتوا فضحتوا سرية مريض، وهي جريمة أكبر من تعاطي للمخدرات. بس دكتور أساسا الفحص اللي يتم حاليا ما قبل الزواج للأمراض وغيرها ما يذكرون إذا كان في مرض، إذا كان مرض مثلا سكر ما سكر. لا حتى لو مرض وراثي من حق الزوجة تعرف.
وهذا اللي يصير. صحيح. لها لكن عند... إذا كان غير الفحص أنه ما يصير أنهم يتزوجون، فبالتالي ممكن عيالهم يكون فيهم تشوهات وغيرها. لا مو بالضرورة إذا كان مرض وراثي غير سائد، مو بالضرورة كسكر وغيره يعني. لا لا يعني حتى لو شيء في الدم زين. نعم. فينقال لها ترى عنده هذا وهذا غير سائد، ينشرح لها ولها الحق. صحيح. ولا لا الحق إنه يقبل ويرفض. أنا الحين متعاطي مخدرات وفحصته وعليه لقيته متعاطي مخدرات، وهذه المرة الحين جاية بتتزوجني زين، وجايين احنا نسوي الفحص، بتقولون لها؟ إذا لازم تدري. إذا لا قلت لا فضحت سر مريض وهي ما تقرب لي الآن. ممكن أقعد مع المريض نفسه أقترح عليه أنت شو تبي الحل وهو يعطيني، أو ممكن هو يقول لها مو أنا أبلغها بنفسي. وليش يعني أبلغها؟ ما هذا هو هذه النقطة يعني. العمر ما القانون يجعل الأمور أصعب في حياة الناس، ولا القانون موجود حتى يفضح خصوصياتي. نعم. يعني هذه نقطة مهمة الآن يعني. بتيون تقول لها ما يصلح يتزوجك، ليش ما يصلح يتزوجني؟ ولو قلنا لها زين، لو قلنا حق هذه كم واحدة أو كم أسرة راح تكون أمينة على السر نفسه. على سر. صحيح. هذا الإنسان نطلع من هني الكويت كلها بس يجرم. بس يجرم مكتوب يورق يا دكتور، يجرم في حال تم افشاء اي من المعلومات. هذا كامراض احنا قاعد نتكلم، الفحص مكتوب عليه تحت من ضمن هذا، انه يجرم الشخص في حال تم افشاء موضوع انه والله هذا الشخص فيه المرض الفلاني. مو انا بالك اذا لا هذا اوريدي موجود، فما بالك اذا كان مخدرات، فاكيد راح تكون عمليه التجريم بشكل اعلى. انا الحين انا اجرم الطبيب اللي سوى الفحص وراح اعلن، لكن هذه الزوجة أو الزوج بالعكس مثل ما تفضل الدكتور عبد العزيز اللي راح تكلم زين يعني. مو هذه النقطة يعني. أنا حقيقة لابد إن يعني إحنا في قضايا المجتمعية الكبيرة مثل قضية المخدرات وغيرها من القضايا الأمور الأخرى، مو العاطفة اللي لازم تحركنا. طبعاً. صحيح. لابد إن إحنا نكون عقلانيين في قبولنا ورفضنا للقضايا. يعني العفو، أنا أرجع إلى موضوع قديم جدا، قضية الجنس الثالث يوم ما طلعت في الكويت قالوا بناخذهم ونقطهم في السجن. يا جماعة الخير، بعد ما تقطه في السجن شنو الحل؟ هذه نقطة مهمة جدا. صحيح. تيجي تتكلم فيها يقول لك حرام، اللي قاعد يسويه حرام. انا ما قلت انه مو حرام. صحيح دكتور، بالنهايه احنا ما راح نوصل لطريقه حل لهذا الموضوع. ومثل هذه المواضيع والمقترح النيابي بشكل عام يبي لها يمكن اكثر من ساعه ممكن حنسولف فيها ووجهات نظر كبيره. فكل الشكر على وجودكم معنا على هذه الاقتراحات الجميله، وطبعا اللي كان ضده معنا نحترم كل وجهات النظر، وان شاء الله توصل للمشاهدين ونوصل لحل لقضيه المجتمع بشكل عام. كل الشكر لك دكتور عبد العزيز السويط، دكتور فلسفه وسياسه تربويه بكليه التربيه الاساسيه، وايضا دكتور عادل أحمد زايد استشاري نفسي ومدير مركز علاج الإدمان، وأستاذ فهد البدر محامي، على وجودكم معنا. حياكم الله. يمكن هذا النوع من المقترحات تحتاج لفعلا نقاشات لأشخاص مختصين فيها. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج رأيكم شباب. مع السلامة. مع السلامة.